يا رب اللهم فرج على هاد الناس. اسمك دل على فعلك سي عمين. لكن اليوم وقعوا بعض المصائب متتالية. احنا اخويا حاصلين هنا وكنتسناو وما تعبنا المرأة وما لقيناش باش نغسلوها، لانه الانسان اللي كيموت كيدي معاه والو الا العمل ديالو. كان ما نعرفك ما تعرفيني والله العظيم لا تأثرت. علاش؟ لأني أنا مقتنع بالخير باقي في الأمة الإسلامية. فرحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعين الكرام في حلقة جديدة من قافلة الشاب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حلقة اليوم هي بخصوص واحد البطل، واحد المحسن جزاه الله خير. وفي المسيرة الخيرية الإخوان يوم بعد يوم كنتعلم دروس. حلقة اليوم تعلمت درسين كانوا قاسين بعض الشيء، ولكن أي درس تعلمته كنحاول نبارطاجيه مع الناس اللي كيتبعونا. وهذا الشيء اللي كتشوفوا الإخوان ليست سيناريو من نسيج الخيال، إنما هي حقائق أعيشها وربي سبحانه وتعالى كيبينها لي وأنا في هالطريقة. السيدة الإخوان اللي كتشوفوا قدامكم طاحت عليه واحد الفكره، بغى يحفر بير صدقه جاريه على امه، ما عندوش المبلغ كامل. صارح الفكره على وليداته، على خوته، على ولاد خوته، على الاهل ديالو كافه. جمع مبلغ ديال 15 مليون و140 الف ريال. تواصل مع الاخت نوال في هولندا لانه يقطن بهولندا. بدورها الاخت نوال تواصلت معنا لاننا كنا شاركنا نحن واياها في بادره من قبل، وقالت لي يا امين واحد المبلغ غنرسلو لك وبغيتك ان شاء الله تفرح به الناس. فعلا شديت المبلغ، نويت ندير الخير ونصور ديك الفرحة وننشرها في اليوتيوب ويفرح السيد وتفرح نوال ويفرحوا الأهل ديالو كما العادة. لكن اليوم وقعوا بعض المصائب متتالية تعلمت منهم درس وتنتوما غتعلموه. باش ما نحرقوش المراحل نبداو القصة مباشرة. ما شدينا المبلغ، خلات لنا أخت نوال واحد الفوكال، مشينا لقلعة السراغنة وكانت الرحلة ديالنا كالآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد، عدنا بتحدي جديد إن شاء الله. أول شيء كنحب نشكر الأخ أمين والمجموعة العاملة في الخفاء على مجهوداتهم كاملين، قبل نسميها مغامراتهم على حافة الجبال. يعني أنتم اللي سهلتوا علينا الطريق وكتخليونا نعيشوا الفرحة، فرحة تجهيز البير، فرحة اللي يعني كيتحفر فيها البير وكيخرج الماء، الفرحة اللي كنشوفوها مرسومة على وجودك الناس اللي هما في أمس الحاجة لأبسط الحقوق وكيطلبوا فقط الماء اللي هو أساس الحياة. ربي يسر أمركم ويجعلكم دائما مفتاحا للخير ويوضع ناس الخير في طريقكم اللي تعاونكم باش تسهل عليكم هذه الأعمال. هذه الحمد لله ربي يجعل لك القبول في الأرض، وإن شاء الله يا ربي نحسبك من المقبولين عنده إن شاء الله بإذن رب العالمين. لكن هذه المرة التحدي هو من نوع آخر. التحدي كيبقى يعني في وسط عائلة وحدة، بدأت كفكرة من أخ يحب يوضع بصمة دياله في حفر البير وتجهيز البير رحمة على أمه المتوفية، وتكون صدقة جارية إن شاء الله. توكل على الله وجمع المبلغ كامل وزيادة مع وليداته ومع العائلة دياله. العائلة تجاوبت مع الفكرة الحمد لله وجمعت المبلغ في وقت جد قصير الحمد لله. اللي بغيت نوصل كفكرة هو أنه أي مشروع كيبدأ بفكرة، ورسالتي اللي عنده حلم أو فكرة ما يترددش ويتوكل على الله ويخلص النية ويبدأ اليوم قبل من غدا. داكشي اللي قلتوا لي قولوا لهاد السيده، تقول لي الله يسخر نقضيو لكم غرق. بسم الله. سير الصباح. عليكم السلام اختي نوال. اييه كتسمعيني مزيان؟ كنسمعك اختي امين. نعم الله يكرمك. حاجه اللي بغيت نقول لك هو انا حاليا كنتواجد بالدوار ياك. عندنا واحد الازمه خطيره في هذه المنطقه هذه، وبالنسبه لهاد الدواوير كامله اللي في جماعه وريال الاغلبيه ما عندهمش الماء منطقه قلعه السرانه. ونطلبوا منك ومن جميع المحسنين، وتنشكر السيد امين على هذا المجهود اللي تقوم به، وتنقولوا لكم الاخوان المحسنين إخوان المحسنين الله يجازيكم بخير، زيدوا تيعوا في هذا الراجل هذا لأنه تيخدم ولاد الشعب الفقراء. تناول السلام عليكم. الله يجازيك بخير. دوار مالي تساروا ما عندناش الماء وتنعيشوا ظروف صعبة في الماء، وكل شيء الناس الروبينيات ما عندنا ما، ولادنا مكرفسين، حنا مكرفسين وبعيدين على الزرابة، وكاين اللي عنده باش يسقي. حنا تنديو ديك السيتيرن تفرضوا فيها، كاين تفرضوا فيها، كان بعض الخطرات شي يشرب وشي ما يشربش. الله يجازيك بخير. راه دوار مالي تساروا، راه تيعاني من العطش، راه حتى يعاني من العطش، راه مع 300 خلق تتموت تتوفى.
وما تعدنا المراه وما لقيناش باش نغسلوها، وعاود طلبنا علما من دواوير اخرين حتى جابوا لنا باش غسلناها، جابوا لنا السترنا باش غسلناها، وتنبيو نغسلو علما وما تلقاوش باش نغسلوهم. الله يجازيك بخير، الله يكثر خيرك، الله يعمر ربي يحفظك يا ربي امين. دوار الشهر والله يخليك بنيتي، لا ما تعاوني معنا في البيرو في الشاطو الله يخليك، راه ما عندهمش على ما اظن. سمعتي الطلبات ديال الناس والشهادات ديالهم ديال دوار السارو؟ اي واصله الرساله. المهم الله ييسر ان شاء الله وييسر هذا الحفر هذا. انا اللي نبغي نقول لكم هو انا كنتكلم باسم واحد افراد واحد العائله اللي هما حطوا يوضعوا هذه البصمه في هذا المجال ديال حفر الابار، والصدقه الجاريه ان شاء الله ربي يبارك فيهم يا رب، ويبارك هذه المجموعه من الاخوه والاخوات اللي دخلوا هذا التحدي يعني، ويعني حبوا يوضعوا بصمتهم ويدخلوا الفرحه على هذه الناس المحتاجه يا رب، اللي طالبه فقط الماء ربي يجعلها لهم صدقه جاريه في ميزان حسناتهم حسنات اموالهم يا رب. ربي يسر الامر ان شاء الله وتوكل على الله وبسم الله. واختي باسمي وباسم ساكنه ديال دوار السارو كنقول لك جزاك الله خيرا. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم والديك، الله يرحم لك الوالدين بنيتي، وتعاوني معنا حتى في الشاطو الله يخليك ان شاء الله. احنا مع الفلاش باش نديروا كتسخين مع الوليدات، يطلع الماء ونتعاونوا معاه، يطلع الماء معنا كاين الشاطو قالك. اذا الاخت نوال وجميع المتتبعين، بالنسبه لهاد الناس الحمد لله بدينا اليوم الحفير البارح وكنا زرناهم. مرحبا بسي امين والمجموعه ديالو وتنحييكم. الاخت نوال كتسولكم شنو واقع؟ الخدمه راه غاديه، حاولنا في الثعب الاول وصلنا، المهم ضربنا 28 متر وصلنا الرمله، تحولنا للثعب الثاني دابا رفتنا الحمد لله 70. اذا وصلنا الاخوان، المعلومه اللي وصلتني خاصنا ضروري نتغداو وعاد نمشيو للبلاصه فين كاين الحفير نتغداو ان شاء الله مع الناس هادو. اختي نوال. اييه كنقول شكون هاد النمره؟ ومعك امين حيت انا عندي التليفون طافي. اييه خير ان شاء الله. الله يكرمك اختي نوال. المهم اختي نوال راه البارح بداو هاد الناس الحفير ياك؟ اييه. شحال لحقوا من المترو البارح؟ لحقوا 28 متر. 28 متر، لكن للاسف البير ما بغاش يتمشى، كاين فيه الرمله ياك؟ وعاودوا تحولوا ياك، تحولتوا دابا للنقطه الثانيه. تحولنا للنقطه الثانيه عقب جاب الله التيسير. في شحال مترو؟ والله ما نكذب عليك، دابا حنا طالعين وغادي نعطيو المعلومه بالتطعير. اللهم يسر اختي نوال. المهم اللي بغيت نقول لك راه طلع دابا الماء. الحمد لله الحمد لله يا ربي. الله يكرمك الحمد لله. الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. ايه واش نقول لك؟ عسنا عسنا على اعصابنا، ولكن الحمد لله جاب ربي التيسير. الله يكرمك. شكرا شكرا ربي. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك. ان شاء الله بالبارح اليوم تبارك الله جل ديال المحاولات وتبارك الله طلع الماء. الحمد لله. لله اللهم لك الحمد. الحمد لك الشكر. اللهم لك الحمد. نعيط لك نعيط لك ان شاء الله ابي الفيديو تشوفي الماء وتشوفي الناس من هنا لخمسة دقائق. باسي انا راه سمعي سمعي ها هو الفس ها هو الفس الفس بغا يقول لك. قسمت لك بالله قسمت لك بالله لا فيكم الخير. لا باقي الخير في الامه الاسلاميه، قسمت لك بالله لا من الكلمات ديالك، ياك انا ما نعرفك ما تعرفيني. والله العظيم لا تاثرت، علاش؟ لاني انا مقتنع بالخير باقي في الامه الاسلاميه الحمد لله. ما شاء الله سبحان الله. قسمت لك بالله هذا 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 الصديق مسكين كاين الناس معك كتكلمي ومسكين كيبكي كاع، قال لي الحمد لله الناس فيهم الخير. ايوا اللهم لك الحمد. الحمد لله باقا باقا، وهذيك هي باش باقا الدنيا قايمه، راه الا تسالى الخير صافي غتوقف الدنيا. يا
بغيت الاخت نوال دابا. السلام عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام اخ امين. سي نوال بخير؟ صحيحه مزيان؟ الحمد لله ندخل غير خاله ام كلثوم ان شاء الله. هي دخليها. مرحبا مرحبا. دخليها مزيان. حنيتي علينا ربي غادي يخلي عليك. هادي بالفرحه فرحان. إذا الخوت لحد الساعة الأمور كلها بسلام والحمد لله والشكر لله. البير خرج فيه الماء. فرحات الساكنة دورها أم كلثوم والعائلة ديالها والأخت نوال كانوا سعداء جدا. دابا غندوزو للمرحلة الثانية. قبل ما يرسل لي المحسن وأم كلثوم المبلغ كنت اتفقت معهم على أساس أننا غنجهزوا واحد البئر دوار تاسا إقليم شيشاوة كينتمي لمنطقة أيت حد يوسف. هذه المنطقة بعيدة فيها فيراجات كتار وواعرين والناس اللي زايرين هذه المنطقة غيأكدوا هذا الشيء في التعالي. لحد الساعة الأمور كلها بسلام. فعلا تقدينا الطاقة البومبا والتيو. قبل ما نصيفتها للدوار هزيت تليفون عيط رئيس الجمعية سولت واحد السؤال باش ما يطيحوش في نفس الخطأ اللي طحت فيه سابقا. قلت لهم واش سييتوا البير؟ قالوا لي يا خويا أمين سيينا البير. صيفت لهم الطاقة والبومبا والتيو في شهر جوج فعلا جهزوا البير. المصيبة الأولى اللي ظهرت هو أنه البير ما فيش الماء. والمصيبة الثانية الإخوان هو أنه أخت نوال كتصل بيا كتقول لي المحسن دخل في كومة بسبب فيروس كورونا ولكن بغينا إن شاء الله الفيديو تنشره باش يشوفوا ويشوف فرحة الناس. لكن في هذه اللحظة أنايا وليت في ورطتين ما كاينش الماء والمحسن في غيبوبة. شنو قدرت ندير؟ مشيت لمين تانوت لقيت برئيس الجمعية وشدينا الطريق للدوار. الأمنية ديال الساكنة السي حسن؟ الأمنية ديالهم يلقاو الماء ويجهزوا البير ويدخلوا الماء للدواور. واخا وانت علاش قلتي لي يا خويا أمين صيفط لنا الطاقة راه البير فيه الماء؟ حيت فاش جربناه بواحد البومبة أخرى ديال واحد الدوار طلع لنا الماء مزيان. الماء مزيان خدامة البومبة مزيان ولكن فاش بقا نتفاجئوا في الآخر ملي صيفط لنا التجهيز غنجربوا بالبومبة والطاقة اللي صيفط لنا تنلقاو لما ما كاينش من البومبة 3 دقائق 4 دقائق يوقح البير. عرفتي المشكل دابا اللي طحت فيه انا معاك في هذا البير هذا هو دابا السيدة اللي صيفط عليا واحد الأمانة قالت لي مضرة هذاك التجهيز مازال ما شفت فيه والو. قلت لها ودي راه التجهيز راه صيفطناه كنت جاي ديك النهار باش نجي نصور ما ساعة كتقول لي أنت كاينة جوج دقائق رجعت من النص ديال الطريق. قلت ما عندي ما نصور والسيدة كتسنى أنها تشوف الفرحة الساكنة والماء الشارو. دابا وليت أنا في ورطة جديدة معاك بلا ما نحس. يا إما نهز التجهيز وندير بلاصة أخرى يا إما نحفروا البير ويطلع الماء. أخويا ما كرهناش والله ما كرهناش. نزربوا على داك الشيء ويجيب الله التيسير باش الناس تستافد مرة باش ما حتى حنا راه تنتمحنوا واخا تنمحنوك أنت وتنتمحنوا حتى حنايا. راك أربحوكم الخدمة ديالنا تنخليو الخدمة راه ماشي تبدا تخلي خدمتك راه لعلم الله شحال من تليفون تيجيك في النهار. الدراري اللي معاك حتى هما باش تقابلوا واحد البلاصة مرة جوج ثلاثة أربعة راه صافي راه تتمل. ولكن ما عندك ما دير الصبر. الصبر أي هاد الحاجة اللي كتمحن عليها كيكون عندك فيها الأجر كثر. لعل فيها أصلا. إيوا تنتمناو من الله ييسر لنا هاد الفرصة باش انطلقنا من مدينة إيمين تانوت إلى جماعة أيت حد يوسف دوار تاسا عمالة تشيشاوة. ومن بعد مجموعة من الصعوبات والتعب ديال الطريق وصلنا بسلام إلى الوجهة المطلوبة وكان الاستقبال في غاية الروعة من طرف الساكنة. صباح الخير. النور اخويا نعم يلا فاخر يا راس قلبي كيضرب اصاحبي راه انا قلبي كيضرب على الجبل قلب الناس لا قلب الناس ما نسناش بزاف. الحمد لله الإخوان وصلنا للدوار لكن قدر الله ما شاء فعل. المحسن اللي كان كيتسنى انه يشوف الفرحه ديال هاد الناس مات الله يرحمه.
إن لله وإنا إليه راجعون. وملي وصلت للدوار متتبعينا الكرام بقيت ساكنة فرحانة بالقدوم ديال نفس الوقت كنقول الماء ما كاينش والطاقة محطوطة ما كيستافدوش منها الناس والمحسن مات فلا حول ولا قوة إلا بالله. قررنا نرفع التحدي وأننا نحفروا بير من جديد لهاد الناس عن طريق السي صابر اللي تواصل معنا وحطيناه في الصورة. خليكم مع مشاهد ديال المعروف ديال الطاقة وديال الحفر، وما عسانا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون وتقبل الله من الجميع. إخوان بخير لاباس؟ قبل اليوم دايرين شي معروف إن شاء الله. إن شاء الله معروف. يلا طيب ندير يدي. خلاص بسم الله اللهم بارك اللهم بارك. السلام عليكم. الله يبارككم. ما بجاز كان بخير؟ صحتنا بخير؟ ياك تسلم القضية من وانو ماني تلقيم. دي غيات ربي تكني. يا رب امين. يا رب امين. مسكين ان شاء الله. كتقول هاد السيدة كتقول بانه نطلبوا ربي انه نتعتقوا بالماء ان شاء الله. هادشي اللي كتقول. الماء المعروف هاد الناس ديال المناسبة المعروف. مسكين الله يحفظك. كيقول هاد الناس الحمد لله المعروف دايرينه بالمناسبة ديال المجيء ديالنا وكيتمناو ان شاء الله يكون خير وبركة على الدوار ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم الماء ونفرحوا هاد الناس كاملين يا ربي تيسر لهم. داوني خلص بداوني في الشارع. الله يخلص لكم. سرنا لهاد الاخوان قلنا لهم اودي بانه الطاقه والبومبه والتيو دارتهم ام كلثوم الزوج ديالها الله يرحمه ويوسع عليه. اللهم امين. يعني هو جمع هاد الامانه في شهر جوج. امتى وصلتكم الطاقه الاخوان؟ شهر جوج. امتى وصلتكم الطاقه؟ شهر جوج. اما تيبغاني نتسلم انا قلت لكم الطاقه غير شهر جوج. شهر جوج تعقل من غدو ونغدا كتسوالي البومبا والطاقه والتيو اللي وصلت في شهر جوج كانت الوسيطه هي الاخت نوال من هولندا، ولكن السيد اللي جمع هاد الامانه وكان مسكين كيتسنى يشوف هاد الناس ويشوف الفرحه ديالهم توفاه الله الله يرحمه، ولكن الصدقه ديالو كنقولوا ليه راه وصلت لهاد الناس وحنا دابا ان شاء الله خدامين على البير نحفروا ويطلع الماء ونهزوا ديك الطاقه من داك البير اللي ما فيهش الماء ونحولوها للبير جديد ونفرحوا هاد الناس. هذا هادشي اللي كاين. الله يسخر. امين اخويا امين. او يسخر ربي. امين. ورسالتي اللي عنده حلم او فكره ما يترددش ويتوكل على الله ويخلص النيه ويبدا اليوم قبل من غدا، لان بعد جمع هذا المبلغ وترسل الأخ أمين صابخونا بكورونا الله يرحمه ودخل المستشفى وما خرج منها رحمه الله رحمة واسعة يا رب. لا رد لقضاء الله وما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا حاليا الإخوان إن شاء الله غنمشيو نصوروا الطاقة، الطاقة باش تكون فكرة للإخوان علاش بالضبط حنا بعدنا على الدوار، لأن البير والنقطة اللي قلنا فيها الماء بعيدة على الدوار. حاليا الناس ديال الدوار جايين كما كتشوف النساء الله يوصلهم على خير، غير هي الطريق فاش دزنا والله تصعيبه، هي بالرجل صعيبه ماشي بالطوموبيل. انتما غتشوفوا كيدوزوا على الحافه صاحبي، على الحافه صاحبي جايين ان شاء الله باش نديروا الدعاء الام كلثوم الزوج ديالها الله يرحمه ويوسع عليه الاخت نوال جزاك الله خيرا. المهم الناس ديال القبيله جايين ان شاء الله. والله حتى غادا في الحافه وكضرب البنديه. مرحبا بك الله اطلي صرب حبي ادي يا ربي رحمت ادي يا ربي كلا ومن شوفوا الاخوان الحمد لله الشيء كيفرح والله العظيم اللي كيفرح فرحه كبيره. حاجه اللي نقول الأم كلثوم جزاك الله خيرا، العمل ديال الزوج ديالك الصدقة ديالو توفى والله يرحمه، ولكن ها هي باقا في الدنيا كتزرع عليه. اش اللي غنقول وامين شكون اللي كتنهضى؟ ايوا خويا باش توثق للناس توثق لهم الطاقه توثق لهم البير كي يطمئن قلبهم وكي تستمر القافله.
كمل طيح. الله الله. إذا أم كلثوم جزاك الله خير على أنت والأخت نوال. الطاقة هي دابا وصلنا لها. النساء هما مازال جايين في الطريق كما كتشوفي، لأن البير محفور بعيد على الدوار، ولكن الناس ملي ساقوا بالقدوم ديالنا هنا قلنا لهم إن شاء الله بغينا نوثقوا الفيديو، قال لك غنمشيو إن شاء الله كاملين حتى البلاصة ديال الطاقة وندعيو مع الزوج ديال أم كلثوم بالرحمة والمغفرة. هما جاوا الحمد لله، هما الرجال هنا والأطفال الصغار أيضا هنا. جيت شوف هاهي الطاقة. شحال ديال الطاقة كاين هنا؟ 18 بلاكة. شحال من واط؟ واط يا ما واش السين؟ ما عرفتش شحال من واط؟ غنقول لكم شحال من واط أنا. 320 320 واط. هادو هما الناس ديال الدوار. شحال ديال التيو وصل؟ شحال ديال التيو؟ شحال ديال التيو؟ 500 متر ديال التيو. البومبا شحال من خيل؟ ثلاثة ديال الخيل. البلايك شحال من بلاكة؟ 18 بلاك. المحول؟ فارياتور. طابلو طابلو الا غين ولا انت المحول شيه حلو. ها هو السيد اللي دار ديك الصدقه مات الله يرحمه والله والله وليه برحمه الله. ورفع صفه الامانه مسكين كان كيتسنى الفيديو يتفرج فيه غادي يلحق الاجر ديالو. دابا نيت ها هو فاش دخل الكومه وصورته لي الزوجه. شوف اسيدي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. هذا السيد راه طبقت عليه الحديد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. عمله من ثلاث، صدقه جاريه هي هذه دارها في الحياه ديالو وهي غادي توصلوا في الممات ديالو. الله يوليه برحمه الله يا ربي امين. ببركه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا السيد الله يوليه برحمة الله. السيدة اللي قامت بهذا الواجب الزوجة ديالو الزوجة ديالو نطلبوا الله تبارك وتعالى يكمل لها كل ما نوات من الخير. السيد الله يوليه برحمة الله. هذه البركة ديال القرآن العظيم الله يوصلها ليه، وهذه الصدقة جارية. هاد الناس اللي غادي تنفعوا بهذا الماء غادي ينفع السكان. الله يرزق الاجر ديال هذاك الماء وديال هاد الناس. هاد الدراري هما قارين كتاب الله غادي يبداو حتى هما شي شويه ديال القران. بسم الله الفقيه. الله احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر ترى ثاني قلب غير قصص قاصر انه هو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله يوليه برحمة الله، الله يجدد عليه الرحمات، الله يرحمه بتوبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الله يرحمه بتوبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الله يرحمه بتوبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الله يجعله في روح ورحان وجنة نعيم، الله يجعله في جنة النعيم، الله يجعله من الذين قالوا رب الله ثم استقاموا، الله يجعله من الذين قالوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطرا ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، الله يجعله من أصحاب الجنة، هذاك المال ديالو اللي انفق في سبيل لله الله يجعله يسبح ليه الى قيام الساعه. الله يوليه برحمه الله. الى عنده شي ورثه اللي ترحم عليه غادي ترحم عليه الورثه ويرحم عليه هذا المال ديالو، وهذا المال اللي غادي نستافدوا منه الله يجعله صدقه لامه محمد صلى الله عليه وسلم. انت السي امين ولا اصحابك الله يخلصكم، الله لا يضيع الشباب ديالكم اللي عنده الوليدات الله يهديهم ليه، الله يعلم الجهل ديالهم، الله يصلحهم، اللي عنده الوالدين الله يعاونوا معاهم، اللي ماتوا ليه الله يرحمهم، الوالدين ديالنا وديالكم اللي ماتوا الله يرحمهم، حنا اللي حيين الله يعاوننا. ايوا الفقيه في بركه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مشاهدينا الكرام، كيف ما تبعتوا معنا احداث هذه الحلقه اللي التمسنا فيها الفرحه ديال الساكنه بهذا العمل الخيري ديال تجهيز الطاقه الشمسيه اللي تكلفت به السيده ام كلثوم والزوج ديالها رحمه الله، وايضا المجموعه اللي معها، اللي كنقدموا لهم جزيل الشكر. ودابا جا الوقت باش ننتقلوا للجزء الثاني من هذه الحلقه، واللي هو مشروع بئر السيد صابر، لنتابع. إذا الإخوان صباح الخير، صباح النور، يوم جديد. محمد فينا هو الدوار دابا؟ واش هو هذا دوار تاسع؟ السلام عليكم. هذا هو الدوار ديال تاسع. هو هذا. والبير فين حفرناه؟ حفرناه الفوق ديال الجبل. علاش مشينا بعدنا حتى لمورا الجبل وحفرناه قريبا؟ ما كاينش البلاصه اللي فيها الماء، ما عندناش فيها الطريق. ما كاينش الطريق. ما كاينش الطريق الأولى. الطريق اللي غادي توصل للبير ما عندناش. ما كاينش. كاين البلاصه اللي فيها الطريق يا عم ما فيهمش الماء. يعني نتوما تبعتوا البلاصه اللي ديجا فيها لا بيست، تلقينا البلاصه اللي غنحفروا، لقينا واحد الواد ما فيها الماء، دابا حفرنا البير الله يرحم الوالدين. اذا الاخوان دابا غنمشيو للبير ان شاء الله، غنديماريو. بشحال بعيد تقريبا هنا البلاصه البير؟ بشحال بعيد على الدوار؟ 10 كيلومتر. شحال؟ 10 ديال لا بيست. لا بيست، ولكن الا مشينا ديريكت تقريبا شي كيلومتر يوصل. يعني دابا حنا الاخوان غنشدوا الطوموبيل وغندوروا مع الفيراجات باش نوصلوا لبلاصه البير ان شاء الله. هادشي اللي كاين خويا صابر، انت غتشوف كلشي بعينك باذن الله عز وجل. بسم الله بسم الله، ندعيو اتصلوا بي دابا باش نقول ليه شنو كاين. السلام عليكم سي صابر. اقدر سي امين، كي داير اخويا؟ بخير لاباس بارك الله فيك. الله يكرمك، الله يجازيك بخير. شوف اخويا صابر، صيفط لك واحد الفيديو، واقيلا باقي ما شتيش. لا مازال ما شتوش، فهمتي؟ حيت كما قلت لك هاد الدوار هذا، كما قلت لك واحد السيده راه مكلفه لهم بالطاقه، ياك؟ ايه. ولكن الاشكال اللي كاين البير ما كاينش، يعني عنده كان عندهم واحد البير ولكن ما فيهش الماء. البارح تصاوب لومبان ومشينا للبير، مشيت للبير البارح وصورت واحد الفيديو راه غنرسلو لك حتى هو ان شاء الله. بدا الحفير مازال البارح تقريبا، اللهم لك الحمد. دابا غادي ان شاء الله باش نشوفوا الصبيب ديال الماء كيدير، وداك الشيء راه غنوثقوا صوت وصوره وغنوثقوا كذلك الطريق. ها هي الطوموبيل، ها هي الطوموبيل عندي، شتيها؟ اليوم الفرح ديال الماء. اش كتقولوا لهذا السيد؟ الله يكثر خيره، الله يرحم ليك الوالدين، الله يجازيك بخير. الوالدين الله يرحم ليك اخويا الوالدين، الله يرحم ليك الامومه والوالد، الله يرحم ليك الوالدين. امين يا رب. خويا صابر انا دابا غنمشي ان شاء الله وغنوثق لك هذه المسائل باش نفك عليا هذه المطرقه. هادشي اللي عطا الله. واخا شكرنا اخويا انس. الله يحفظك اخويا صابر، الله يسر الامور. شوف باش نبشرك خير، نبشرك خير، الماء الحمد لله طلع، ولكن طلع غارق شويه، راه لحقوا تقريبا. المهم انا البارح خليتهم في شي 175، ولكن الحمد لله الماء طلع. دابا حاليا الاشكال عندنا دابا جوج اشكالات طايح فيهم انا، هو ديك الطاقه اللي كاينه عندهم والبومبا، خاص بومبا كبر من هذه. يعني ان شاء الله دابا غنحاول نشوف عاوتاني، غندير دراسه اخرى اليوم باش نعرف شحال ديال الطاقه نقدر نزيد ان شاء الله. تجربوا البير وهذاك الشيء يقدر الله. الله يكرمك السي صابر، والله يجازيك بخير. والله يحفظك. وسمح لينا اخويا. امين يا تحياتي. تسمح لينا اخويا. عاب اخويا يلا نديماري الاخوان. باقي البير راه، شوف الطوموبيله فين وصلت. الشاه الدوار راه هو، ها هو الدوار. شتيه؟ شتيه راه الدوار. شتيه؟ حنا وصلنا الاخوان، راه هو البير. طلبوا ربي يسخر لهم مزلة البرود. جينا باش نضربوا البير، كيقول لنا السيد المارطو تبوش عليه، ما بقاش كيخرج البرد في البير. احنا خويا حاصلين هنا وكنتسناو، بغينا نوثقوا هذه اللحظه ديال خروج المياه، بغينا نشوفوا الصبيب ديال الماء، ولكن هذا الشيء مزيان حتى هما يعيشوا فيه الناس. ها الناس واقفين
وحنا مريحين دابا كنشوفوا شنو غيوقع من بعد. يكون خير ان شاء الله الحمد لله، كنتمنى من الله تعالى خير. المشكل هي لو وقع شي اون بان دابا، لو وقع شي اون بان دابا عول عاوتاني على نهار اخر. الا بغينا نصوروا هاد اللقطه السي صابر ديال خروج الماء والناس فرحانه، خصك تستنى عاوتاني حتى الغدا. والله ان شاء الله على الله خير ان شاء الله. وتمارا صاحبي باش تبقى في هاد الدوار عاوتاني وتابعك بزاف المشاغل، خلى على الله وصاي حيت لون بان صعيب هنا يتصور. يا ربي تيسر الامور. يا ربي امين، يا ربي امين، يا ربي تبارك وتعالى، يا ربي خير ان شاء الله. يا ربي اللهم فرج على هاد الناس، يا ربي الله يفرج على هاد الناس المساكنه. الناس المساكنه كما كتشوف الحمد لله يعني كيتسناو خروج المياه. يا ربي تفرج عليهم، يا ربي تفرج عليهم. في اللحظة اللي تجمعات فيها الساكنة باش يشاهدوا خروج الماء، وأيضا حتى احنا بدورنا باش نديروا التوثيق ديال هاد العملية، وقع لنا عطب في آلة الحفر واستغرق توقف العمل أكثر من 3 ساعات متوالية. ولكن بتضافر المجهودات ديال الفريق التقني اللي معانا أدركنا الأمر وحاولنا نصلحوا العطب في أقرب وقت ممكن، وكانت النتيجة صافي. كنقول لي الله يرحم ليك الوالدين، كيما فرحتنا والله يفرحك، الله يفرح ولينا داك الشيء. صافي الله يرحم ليك الوالدين يا ربي، داك الشيء اللي كيتمناه من عند الله والله يكمل عليك يا ربي. الحمد لله سي صافي الله يرحم ليك الوالدين، اسمك دل على فعلك، اسمك دل على فعلك سي امين. حيتي عم حيت غمان في اللي مالغ القلب مني، اي في اللي مالغ القلب مني يا ولا السيدات ولا كل ما صابي صابر. نطلب الله تبارك وتعالى كما نبع هذا الماء، نطلب الله القلب ديالو يكون ممتلئ بالايمان يا ربي اللي انفق علينا في هذا المكان. نطلب الله تبارك وتعالى يجعل له في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما رضى الله بقلب سليم. اللهم لا سيدنا الحمد لله، اللهم لا سيدنا بي شكرا الله الحمد لله. فرحت مزيان، فرحت يا سيدي مزيان، يا داوني خلص به داوني خلص مني تخلص أكون السبح سيدي بالموح ثاني ولا سيدي محمد السادس هاد كاع ربي. ارحم ربي الوالدين نشيه ولا المحسن اللي غايف كان الخيرات، ارحم ربي الوالدين نشيه قدام الزال الخير المحسن اللي غايف كان انا صابر صابر سي صابر. الله يرحم ربي الوالدين خير اجي نحشم ربي التروان كاين تمنى تاع الحياة ديالك تكمل ربي يا ربي امين. الله يرحم ربي الوالدين كذا تجيد قد ندنا الله يحفظك. اي والله يسخر لكم الجماعه، والله يخلف على الجماعه ديال التاسع، راه تهلاو فينا وكرمونا وبدنا عندهم يومين ضربتوا علينا تما داك الشيء. واشوف اسيدي حتى دابا ان شاء الله باقي عندنا حنا المسيره طويله، حنا دابا سالينا معكم
القادوس غيجي ان شاء الله 180 متر محفوره وغنزيدوا عليه 180 متر ديال القادوس باذن الله عز وجل. كنشكر جميع المحسنين والمحسنات بعدا اللي تعاونوا في هذا البير مع هاد الناس، الله يجازيهم بخير. بعدا ها واحد الازمه تفكات مني الحمد لله، مني طلع الماء كما كتشوفوا الله يجازيهم بخير. وكنطلب من الله تعالى ومن جميع المحسنين والمحسنات يتعاونوا معنا بواحد 100 اضحيه ديال الارامل هنايا في جماعه ايت حد يوسف، الله يجازيكم بخير. 100 اضحيه على صعيد الجماعه، على صعيد الجماعه على تقريبا 21 دوار فيه 100 تقريبا 100 الارمله. والحمد لله راه كاين كثر، ولكن حنا راه هزينا ذاك الناس اللي نيت اللي محتاجين. والحمد لله يعني الاضحيه ديال هذه المنطقه يعني ماشي شي اضحيه اللي غاليه بزاف، تقريبا من 1000 درهم حتى 1200 1300. نطلب الله تبارك الا فرحتوا الاسر بالاضحيه غادي يفرحكم الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لجميع المحسنين والمحسنات، وشكرا للطاقم التقني فيسبوك حر. ان شاء الله غندير واحد لاليست وغنتعاونوا مع الناس. الله يرحم الوالدين، الله يجازينا، والعمل راه غيكون في سبيل الله. اذا الاخوت كما شاهدتم فرحه الساكنه، تقبل الله من الاخ صابر محسن جزاه الله خيرا اللي كان ناوي يدير صدقه جاريه لمو توفى وخلاها صدقه جاريه له ولاهله ولعائلته ولامه، وربي ما كيضيع حتى شي واحد، وتقبل الله من الجميع. الدرس اللي تعلمناه في هذه الحلقة هو أنه اللي قادر يدير شي خير وهو بين يده وعنده الوقت يديره في أقرب وقت، لأنه الإنسان ملي كيموت ما كيدي معاه والو إلا العمل دياله.